على الاقل يعني كنت برفض دوت، لكن يكون في شيء من الاسباب الجوهريه اللي تخليني اقول ان الزميل دوت ما يقعدش في البرنامج. راجل سلوكه مشين، انا ما يرضينيش ان يبقى في ليا زميل عضو نقابه سلوكه مشين، راجل بلطجي. يعني في حاجات كده نقدر كلنا نقول لا ده يقعد في وسطنا ليه، احنا نرفضه، احنا ننفض ده ما يبقاش معانا زميل. لكن لما يكون راجل هو الاعلى انتاجيه في جورنال لمده 3 سنين، لما يكون راجل بيجيب جوائز في مسابقات دوليه ومحليه، لما يكون راجل بيشتغل وبياخد مكافئات على شغله وينتج في المكان، راجل منضبط اخلاقيا عمليا، وبعدين اجي في يوم وليله اقول له يلا امشي. احد الزملاء بيسالني امبارح بيقول لي انا عايز اعرف انت عملت ايه وحش علشان انا ما اعملوش، علشان ما اخدش او ما اقفش وقفتك او يكون مصيري نفس مصيرك. مفيش ضوابط، مفيش مؤسسه. المؤسسه المحترمه تضع ضوابط، تضع انظمه ولوائح الجميع يلتزم بها، كل الناس تلتزم بيها. لكن انا ابقى قاعد النهارده يقول لي يلا مبروك انت ترقيت، يلا مبروك كفايه عليك كده روح. احنا ما احناش شخشيخه ولا شخليله، احنا صحفيين ندافع عن حقوقنا ونحترم اللوائح المحترمه ونحترم حقوق زمايلنا، ولازم ندافع عنها. انا بشكر تضامنكم تاني، اتمنى ان هذا التضامن يظل موجود ونفضل دايما ايد واحده. عاش نضالكم، وبشكركم مره.